أتوقف معك الآن سيد الله، وننتقل الآن لكلمة للرئيس السابق وقائد الانقلاب العسكري السيد علي عبد الله صالح. للحفاظ على أمن وسلامة المهرجان أو الاحتفال بمناسبة المولد النبوي، وسمحنا لهم بالصعود إلى المنارة حق الجامع، ثم طلبوا خيمة في ساحة الجامع وسمحنا لهم بالخيمة. بعد ذلك قاموا باقتحام الجامع مدججين بكل أنواع الأسلحة، استخدموا فيها كل العيارات النارية، وهاجموا على الحراسة الخاصة والمحدودة في هذا الجامع، ألقوا عدد من الجرحى وأسروا عدد من الحراسة، وجاءت لجنة من شخصيات اجتماعية وشخصيات قبلية وشخصيات سياسية، وعملت على التهدئة، وسمحت لهم هذه اللجنة بناء على تعليمات من لدينا بأن يتواجدوا في ساحة المسجد لتأمين الاحتفال، وعلى بركة الله وقلنا الأمور مشت بشكل جيد. وإذا بانتهاء الاحتفال توجهوا إلى مساكن قيادات المؤتمر وحلفاء المؤتمر وقيادات عسكرية تابعة للحراسة الخاصة مثل العميد طارق وأخوه محمد ووزير الخارجية ومقر اللجنة الدائمة، وقاموا بمحاصرتها وإطلاق العيارات النارية، ودعينا لجنة الوساطة إلى أن تذهب لحل هذه المشكلة، ما هو السبب وما هو المسبب، ولا يوجد أي سبب إلا عدوان يعني سافر على مساكن المؤتمريين وعلى القيادة العسكرية التابعة للحراسة الخاصة وعلى قيادة المؤتمر وعلى اللجنة الدائمة، وعملت اللجنة ما استطاعت من التهدئة وهدأت بالفعل، ولكنهم استمروا في الخروجات على هذه المساكن، واستمرت هذه الخروجات من قبلهم حتى أمس الليل، ورغم اللجان كانت تذهب لترفعهم من هذه الأماكن ومن التقاطعات في الشوارع الرئيسية ويعودوا مرة أخرى. واستمرت هذه الاستحدادات وقطع الطرق وإرهاب المواطنين وإخافة السبيل وإطلاق النار وإطلاق العيارات النارية على مساكن هؤلاء الضباط والسياسيين من المؤتمر الشعبي العام والمارة في الشوارع، المارة العامة أطفال ونساء، وقتل أكثر من شخص مدنيين عابرين الطريق. أما حراسة هؤلاء الضباط والسياسيين هما في بيوتهم يدافعون عن مساكنهم، ولن يقوموا بأي استحدادات أو قطع أي شارع أو التقطع لأي شخص، هذا ما حصل. وآخرها مساء أمس الليل اعتداء سافر وطولة الليل بكل أنواع الأسلحة وبكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة حتى هذه اللحظة، وهما لا زالوا يعني يعتدوا على بعض المساكن. ومع ذلك تحرك الشارع اليمني وتحرك الشعب في العاصمة صنعاء وفي كل المحافظات وفي كل المديريات بانتفاضة ضد هذا العدوان السافر، وذلك من خلال ما يعانيه الوطن من 3 سنوات عجاف منذ أن تحملوا المسؤولية بعد فرار عبد ربه منصور هادي. لا مرتبات ولا دواء ولا مأكل ولا مشرب ولا أمان، يقوموا بتجيش الأطفال الصغار ويزجوا بهم في معارك عبثية، في معارك عبثية. صحيح في عدوان، ما ننكرش في عدوان غاشم، ولكن هما جزء من السبب لهذا العدوان، هما جزء لا يتجزأ من سبب العدوان بسبب تصرفاتهم الحمقى، ليس في الداخل ولكن مع الآخرين تصرفات حمقى. ومع ذلك اننا في هذا اليوم 2 ديسمبر ادعو كل جماهير شعبنا
العظيم في كل المحافظات، في كل المديريات، في كل العزل، في كل الأحياء، في كل مكان، إلى أن يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والحرية من قبل هذه العناصر التي قامت بهذا العمل الغير مسؤول منذ 3 سنوات، وهي تعبث بمقدرات الشعب وتنهب المؤسسات وتكتحل المصالح الحكومية والوزارات، لا لشيء إلا لانتقام من الثورة والجمهورية، من النظام الجمهوري، من الثوار، من من فجروا ثورة سبتمبر، ومن من حققوا وحدة اليمن، ومن من دافعوا عنها، انتقام من الثوار وثورة سبتمبر. فأدعو جماهير الشعب مرة أخرى إلى أن يتأدوا واجبهم، وأدعو القوات المسلحة والأمن أن لا تقبل أي تعليمات من قيادة أنصار الله في أي مرفق وفي أي مكان. القوات المسلحة والأمن وأجهزة الدولة بالكامل أن لا تنفذ أي تعليمات، نفذوا تعليمات المؤسسة العسكرية الممثلة بالقيادات الوطنية التاريخية التي شملتهم هيكلة هذه وشملتهم التصفيات من قبل قيادة أنصار الله. ومرجعيتكم هو قيادة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وأننا أدعو الأشقاء في دول الجوار والمتحالفين أن يوقفوا عدوانهم، وأن يرفعوا الحصار، وأن يفتحوا المطارات، وأن يسمحوا للمواد الغذائية والطبية وإسعاف الجرحى وإيصال العالقين في الخارج إلى الوطن. وسنفتح معهم صفحة جديدة للتعامل معهم بحكم الجوار، سنتعامل معهم بشكل إيجابي، ويكفي ما حصل في اليمن وما حصل لديهم. ونحن نتعهد لأشكائنا وجيراننا أننا بعد وقف إطلاق النار وإيقاف التحركات على الأرض وفتح المطارات ورفع الحصار، نتحاور مباشرة كسلطة شرعية ممثلة بمجلس النواب. مجلس النواب هو الممثل الشرعي للبلاد، وهو الذي سيتحمل المسؤولية خلال الفترة القادمة. فأدعو مرة أخرى كل الأشقاء المتحالفين إلى إيقاف إطلاق النار وفتح المطارات والسماح للعالقين بالعودة والسماح للمواد الغذائية والطبية للدخول إلى اليمن. أكرر مرة أخرى تحياتي لصمود شعبنا الذي تحمل خلال هذه أكثر من 2.5 سنين الحصار والقصف البري والبحري والجوي، والقصف والتعسف والتعسف من قبل أنصار الله في مؤسسات الدولة وفي كل مكان، يعني عمل انتقامي تماما. يا جماهير شعبنا، انتفضوا لثورتكم وانتفضوا لوحدتكم من المهرة حتى ميدي ومن باب المندب حتى صعطة، حافظوا على أمنكم وعلى استقراركم. أما نحن لقد مر علينا الزمن، أدينا واجبنا خلال 33 عام لا نبحث عن سلطة، السلطة ملك للشعب هو مصدرها ومالكها. خلال الفترة الانتقالية يحضر الشعب اليمني نفسه لاختيار قيادة جديدة ويتحمل مسؤولية نفسه، وتنتهي هذه الميليشيات الغير قانونية سواء كانت ميليشيات أنصار الله أو ميليشيات هادي أو العناصر الداعشية أو العناصر الإرهابية، لأن العناصر الإرهابية والداعشية موجودة في اليمن، هما سبب وهادي وحكومته هما السبب الآخر. فأدعو كل جماهير شعبنا وأدعو كل القوى السياسية إلى الصفح، ونمد أيدينا لكل القوى السياسية في الداخل والخارج، ونتفاهم ونحل مشكلتنا بأنفسنا، لا أحد يحل مشكلتنا من الخارج، لا تحل مشاكلنا إلا اليمنيين بيناتهم البين. تحياتي لكم يا أبناء شعب سبتمبر، تحياتي للمؤسسات العسكرية والأمنية وكل جماهير شعبنا الصابر والصامد. أثبتوا وأوقفوا إطلاق النار في كل مكان، أوقفوا إطلاق النار، وعلى الطرف الآخر أن يوقف إطلاق النار على الطرف الآخر في كل القطاعات، في كل المحاور، في كل المحافظات، أوقفوا إطلاق النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.